عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا، عظيم أنت وصفك جل معنا، من يكبح الألباب كبحا. به الشعراء قد ثملوا، ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا، جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنا جودي يمحى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، متابعينا في كل مكان، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي باب المراد، في ساعة متواصلة من البث المباشر ننقل لكم هذه الصور الحية لنكحل بها أنظاركم، ولنتشرف أن نكون في خدمتكم وخدمة جميع زوار الإمامين الجوادين، زوار سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، وزوار حفيده الإمام محمد بن علي الجواد، بصور حية ننقل بها هذه الإشراقة النورانية لمشاهد تهفو إليها النفوس وتطيب بها وتطمئن القلوب بمرقد الإمامين الجوادين. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، الشرف كل الشرف أن نقف في خدمة زوار الإمامين الجوادين، لمن حالت بينهم وبين الوصول إلى جنة موسى والجواد الظروف ومنعتهم، ولكن لم يمنحهم الله عز وجل وتوفيق الإمامين الجوادين في أن يتشرفوا ليكونوا زوار معنا عن بعد إن شاء الله تعالى. ولكلا الزيارتين بكلا شكليهما، الزيارة عن بعد والزيارة عن قرب، إن شاء الله تعالى لها ما لها من الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. قد تكون كما سمعنا عن كبار العلماء هنالك زيارة عن بعد هي أفضل من التي هي في القرب، ولكن هنالك من هي في القرب أفضل من البعد. جل ما نريد أن نتحدث به أيها الأحبة أيها الأخوة أيتها الأخوات الكريمات، هو أنه يجب علينا أن نكون قاصدين صاحبي هذا المشهد الشريف الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، بقصد قلبي بنية خالصة وبقلب خاشع مشبع وممتلئ بحب محمد وآل محمد. نعم أيها الأحبة، ها نحن وإياكم في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم مساء كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 من على شاشة قناة كربلاء الفضائية. نعم أيها الأحبة، الأرقام ظاهرة أمام أنظاركم الكريمة في أسفل الشاشة والمهيئة والمعدة من قبل زملائي الأعزاء، جزاهم الله خير الجزاء ووفقهم ووفقني وإياهم في أن نخدم زوار الإمامين الجوادين من كل مكان. الأرقام ظاهرة أمام أنظاركم أيها الأحبة، هي ذات الأرقام التي نستخدمها
ونضعها في خدمتكم في كل حلقة. ما عليكم إلا أن تطلبوا البرنامج من خلال واحد من هذه الأرقام وتكرار المحاولة إن شاء الله تعالى، لنتشرف وإياكم ولتسنح لكم الفرصة بأن تسلموا على الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وأن تنهون في هذه التحية وفي هذه الدقائق التي تحظون بها معنا على الهواء مباشرة بنية زيارة عن بعد للإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. نعم، في رحاب شهر معظم، شهر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه الليالي المباركة الكريمة، ليالي ولادات أقمار كربلاء، وها نحن اليوم في آخر ساعات الثامن من شهر شعبان المعظم، وفي ليلة التاسع، وأيضا قريبين جدا وتفصلنا ليلة واحدة عن ولادة الأكبر سلام الله تعالى عليه، بطل كربلاء وبطل شباب كربلاء. نعم أيها الأحبة، في رحاب الإمامين الجوادين دعونا نستقبل أول الاتصالات. ويانا من كربلاء المقدسة الزائرة عن بعد أم شوقي، سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله. هذا نداءنا يا أم شوقي ونداء كل المحبين للإمامين الجوادين، يعلو من القلوب قبل الحناجر بنية قضاء الحوائج ونية شفاء المرضى. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، تفضلوا بالزيارة يا أم شوقي. نهنئكم بالموالي الأقمار المحمدية، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وأهديها صاحب العصر والزمان الزيارة إن شاء الله، ولكم إن شاء الله ما ناسيتكم بالدعاء. أي والله، وأريدك تدعي لي يا خالة مشتاق. خدمتكم، خدمتكم، ألف سلام، ألف سلام لكم يا أم شوقي ولكل أمهاتنا الطيبات ولكل زوار الإمامين الجوادين. الليلة إحنا نسلم على الإمامين الجوادين ونتوسل إلى الله عز وجل، نتوسل إلى الله عز وجل مع هؤلاء الزوار الذين يطوفون حول هذه الروضة المباركة الشريفة التي تزينت بالورود إذانا بولادات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. نعم يا أم شوقي. والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواتي ولقناتكم الموقرة. إي والله ما ناسيتكم بالدعاء. ألو، ألو، وياكم يا أم شوقي، استرسلوا بالكلام. الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. أنت أسماء سيد خضير، بالشفاء إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى، ما ننسى أحد، كل اللي تذكريهم إن شاء الله تعالى ندعو لهم الليلة ونتوسل للرب العالمين بجاه الإمامين الجوادين، بجاه سيد ومولاي باب الحوائج موسى بن جحفر، وبجاه بنت المحصومة وابن الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله. شكرا، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا لكم يا أم شوقي، صحة وعافية إن شاء الله تعالى لكم ولكل الزوار إن شاء الله تعالى ولكل الراقدين إن شاء الله تعالى. وما ننسى أحد من الزيارة والدعاء، وبحق محمد وآل محمد الشفاء لكل المرضى الراقدين في المستشفيات، اللي عندهم حوائج متعسرة، اللي طالبين حوائج من زمان إن شاء الله تعالى. الليلة إحنا نطرق وإياهم بهذه الكلمات، بالتحايا، بالسلام، بالكلام الذي يخرج من القلب، نطرق أبواب الإمامين الجوادين ونتوسل بهم إلى الله عز وجل بأن يقضي حوائجنا إن شاء الله تعالى. إذا كان معنا اتصال إن شاء الله أستاذنا المخرج. أم حميد من واسط، السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب الحوائج، دخيلك يا مولاي، تفضلوا بالزيارة. يا سيدي مولاي يا موسى بن جحفر، يا باب الحوائج، نهنئكم بهذه المواليد المباركة بالأقمار المحمدية. نهنئ صاحب العصر والزمان وأئمتنا الأطهار وعلماءنا وجميع شيعة أمير المؤمنين بهذه المواليد المباركة. السلام عليك يا يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، يا موسى بن جحفر، يا باب الحوائج.
السلام عليك يا محمد بن يا محمد الجواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخيلك يا سيدي ويا مولاي. السلام على بنتك المعصومة سيد مولاك يا معصومة. والسلام على الإمام الرضا. والسلام عليكم يا سادتي ومواليي وعدتي بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله ويستجيب هذه الدعوات الطيبة المباركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي إصالة عني ونيابة عن والدي وأخواني وأخواتي وجميع من يسألني الدعاء وأولادي وراعديتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكم أهديها يا قناة كربلاء المواقرة يحفظكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا استدل لأسماء يا خالة يا مشتاق. نعم يا أم حميد تفضل. سيد السلام وأولاده. نعم. وحميد الشفاء والصحة وتحقيق أماني. إن شاء الله ما ننسى أحد من الدعاء والزيارة الليلة إن شاء الله نبع لكم بزيارة الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم وندعو للجميع سيد حمد جميعا إن شاء الله. والدتي وخواتي وعندنا مرضى يا خالة وهسألكم الدعاء والزيارة وديق للشباط مو سبنا دخل باب الحوار إن شاء الله. إحنا لا شك ولا ريب إنه هاي كلماتكم هي تحولت كزائر يمد إيده على الشباك ويلامس ضريح سيدي ومولاي باب الحوائج ويتوسل لله عز وجل انه تنقضي هذه الحوائج ان شاء الله تعالى. احنا نزور لكم في ختام البرنامج نزور بالنيابه عنكم ان شاء الله تعالى وايضا نتشرف بالدخول في الضريح ونضع هذه الورقه التي نسجل بها اسماءكم وان شاء الله تعالى ما ننساكم من الدعاء. معنا اتصال من آمرلي الأخ أبو عباس. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك حياك يا باب الله المراد. يا أبو عباس. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. ونهني صاحب العصر والزمان ونهني شيعة أمير المؤمنين ونهني شيعة أمير المؤمنين ونهني قناة الكربلاء الكاذب المخرج أولاد الأقمار المحمدية والعلوية أقمار هذه الشهر شعبان المعظم. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا باب الحواج يا موسى بن جحفر. السلام عليك يا أسد بغداد. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اللهم عافي وشافي كل مريض بحق مريضين على الدنيا الله. اللهم احفظ حشدنا الشعبي والقوات الأمنية والجبهات القتال. أحسن. اللهم أحسن. احفظهم وانصرهم سدد رميتهم حق الحسين المجيء يا الله. آمين. يا باب المراد يا موسى بن جحفر إذ من عندك الشفاء يا موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله. اشفع لنا عند الله بحق يا أبا الحسن يا موسى بن جحفر يا الله. أستاذ مشتاق علي سجل أسماء طلب حاجة من عندك إن شاء الله. تفضل يا أبو عباس تفضل. سجل اسم سجل اسم والدي والدتي وأخواني وأخواتي وأولادي وشهداء شيعة أمير المؤمنين وبالذات أخوي المرحوم شهيد أبو أحمد وبالحفظ نعم نعم. آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام الله. أحسن. إحنا نشكر هذه القناة الكاذب شكر لله وإلكم البث المباشر. أحسن. العتبات المقدسة مستاق لا تنسنا يمي باب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما ننساكم خدمتكم خدمتكم يا باب الحواج بحق باب الحواج موسى بن جعفر. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي بتحية تخرج من قلوب العاشقين لك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر وأشهد أنك يا سيدي ويا مولاي ترى مقام العاشقين والزائرين وترد سلامهم وتسمع كلامهم وتفهم لذيذ مناجاتهم يا سيدي ويا مولاي يا باب المراد يا محمد بن علي الجواد. نعم ناخذ اتصال. خالد من بغداد السلام عليكم. طالب عفوا طالب من بغداد السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا اخ طالب واسعد الله ايامك وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله ايامنا وايامكم بهذه الولادات المباركه بحق محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد. السلام على الامامين الجوادين ورحمه الله وبركاته. السلام على زوار الحسين وعلى آل الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس. السلام على زينب الكبرى وأم البنين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة معدن الرسالة.
اللهم رب زيارتي نيابتي عن والديه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بقضاء الحوائج وشفاء المرضى يا باب الحوائج، وخصوصا المؤمنين المتابعين لهذه القناه فلم يستطيعوا الاتصال نيابه عنهم وعن والديهم. احسنت على الايثار، احسنت، بارك الله بك، الله يتقبل. عندنا امراه مواليه من ايران اسمها زهراء بنت مريم، الله يطول عمرك يا مشتاق يا طيب. الله يسلمك، الله يسلمك، زهراء بنت مريم. زهراء بنت مريم، اي والله كلفتنا هوايه وما تقدر تحصل، الله يطول عمرك ويوفقكم بحق محمد والدك. بمن تسمت باسمهم الشريف؟ بالزهراء سيدة نساء العالمين، وبمريم سيدة نساء زمانها ان شاء الله تعالى، وبالامامين الجوادين. ندعو ان شاء الله تعالى الشفاء والسلامه والسداد الحياة الدراسيه والحياه العامه. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا يا استاذ طالب، الله يعلي مقامكم ويحفظكم ان شاء الله تعالى. استاذ طالب من بغداد، ما ننساكم من الدعاء، والله يتقبل زيارتكم ويحسن لكم ان شاء الله تعالى في الدنيا والاخره. ناخذ اتصال من الديوانيه الاخت وجدان. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل بالزيارة يا أخت. يا باب المراد، يا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أيامكم سعيدة، أيامكم سعيدة إن شاء الله ومليئة بالخير والتوفيق وقضاء الحاجة إن شاء الله. يا باب المراد، يا باب المراد، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على محمد جواد جواد الأمة، السلام على شمس الشموس الإمام الرضا، السلام على فاطمة المعصومة، يا طبيب بغداد يا موسى بن جعفر الكاظم، شاف مرضانا وتقضى حوائجنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس قمر بن هاشم وعلى حوراء زينب بطلة كربلاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ستم أسمانه. نعم يا أخت وجدان، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم بالشفاء وإيمان، وسجل اسم سجاد ومهبة، وسجل اسم احمد بالشفاء وراحه البال ومطيبه ومحمد ومعلي كل تعبان، ادعي لي باب المراد. الله يشافيها. وعندي طلب حاجه، ادعي لي باب المراد يا رب. الله مقضية. الله يشفي مواتاكم، ارحم مواتاكم، مقضية الحوائج بحق صاحبي هذا المرقد الشريف وهذه القباب المنيره وهذه المنارات الشامخه ان شاء الله تعالى، بحق اسدي بغداد، بحق هذا المرقد الذي انعكس نوره في سماء بغداد وما حاط بها من مدن إن شاء الله تعالى، كما كان يبصر القادم والوافد إلى مرقد الإمامين الجوادين وتلوح له هذه المنارات وهذه القباب المنيرة إن شاء الله تعالى، تبصرون محبة الإمامين الجوادين وتلامس قلوبكم إن شاء الله تعالى الطمأنينة التي يبعثها إليكم الإمامين الجوادين إن شاء الله تعالى بقضاء حوائجكم بشفاء مرضاكم بحق محمد وآل محمد. معنا اتصال الأخت آية من الدجيل. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم يا أخت آية بولادات أقمار كربلاء، تفضلوا بالزيارة. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر الكاظم، أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادات الأقمار المحمدية الأقمار الشعبانية وولادة سيدي ومولاي علي الأكبر عليه السلام. سلام الله عليه. السلام عليك يا باب المراد، السلام على جواد الأمة، السلام على شباب الأمة، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا قاضي الحاجات، السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك يا طبيب بغداد، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بدل الاستخفاف، السلام عليك يا راهب بني هاشم، سيد يا مولاي يا موسى بن جعفر الكاظم، يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر الكاظم، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيه عند الله. اشفع لنا عند الله. السلام على ابنك علي بن موسى رضى شمس الشموس. السلام على ابنتك فاطمة المعصومة. السلام على أولادك الأئمة المعصومين سيدي يا مولاي. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. يا رب بحق الجوادين يا الله بحق الجوادين يا رب. أستاذ مشتاق نسألك الدعاء والزيارة. أريد أسجل الأسماء ممكن خدمتكم خدمتكم يا أختي ذكر الأسماء. اسم والدتي المرحومة ليلى وبيبيتي المرحومة زهرة والمرحومة العلوية خلود عبد الرزاق والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر. ادعي له ولا مشتاق والله يجي على دراسته يا رب يا رب. قال له ايام بدي يداوم بالمدرسه ادعي له. الله يمن عليه بالصحه والعافيه ان شاء الله. بحق نعم. والطفل حسن ابن محمد والطفله زينه والطفله خوله وان شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم ويوفقكم ويجيكم على هاي الخدمه. امين يا رب. واحنا مناسككم من الدعوه والزياره. الله يحفظ حوائجكم ان شاء الله. يحفظكم ويسر عليكم بحق الجوادين. انت شافوا كل مريض وانت طبيب بغداد وهاي الليله تجيت ما نكون جوابك ان شاء الله ما يردكم خائبين. كل معلول يا باب الحوائج ادق بابك هاي الليله اكسب عليك بحق ضلع الزهره. الله ينولك مرادك يا اخت عائله. يا مولاي. ويسر عليكم. والله والتاق لا تتسالم بالدعاء رحمة الوالدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا مولاي اجعل هذه العبرة هي إشارة لقبول الدعوات واستجابتها. يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج أنت وسيلتنا إلى الله عز وجل. نقسم عليك بابنك الرضا وابنتك المعصومة فاطمة وبالجواد يا باب الحوائج بحفيدك الجواد نقسم عليك يا موسى بن جعفر ونقسم عليك بالزهراء فاطمة. إلا نظرت لهؤلاء المحبين الموالين لكم يا سيدي يا مولاي. أم عماد ويانا من بغداد فضلي يا أم عماد. السلام عليكم يا باب المراد. أم أحمد من بغداد. أم أحمد عفوا تفضلوا بالزيارة يا أم أحمد حياكم الله. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا موسى النجعفر. السلام عليك يا أبا الحاجات. السلام عليك يا قاضي الحاجات. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام على قمر بن هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على علي بن موسى. سلام الله عليه. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس. والسلام على معصومة باب الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أطلب من الله سبحانه وتعالى خدمتكم خدمتكم يا أم أحمد. إن شاء الله ما ننساكم للدعاء والزيارة وإحنا في رحاب الجوادين. سلام الله عليكم. آمين آمين. إن شاء الله إن شاء الله. طلب حاجة للشفاء وأيضا طلب حاجة يا رب الشفاء العاجل بحق الجوادين إن شاء الله. أيضا للشفاء نعم. وإذني أحمد من حال السيارة. الله يكتب له السلام إن شاء الله والشفاء العاجل يا رب. أيضا أبو محمد نعم. وأيضا لجميع المرضى ولجميع وأطلب حاجة أيضا لجميع المرضى. جزاكم الله خير. الله يتقبل إن شاء الله ويشافي جميع المرضى بحق محمد وآل اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل. مطلب من الله أن يوفقكم قناة كربلاء. آمين. يوفقنا وإياكم بحق محمد وآل محمد الكل خير إن شاء الله. أيضا وأطلب من الله أن هذه الزيارة إلى جميع الملجأ. الله يتقبل. الله يتقبل. بارك الله بكم يا أم أحمد وشكرا لاتصالكم. وأخواتي أيضا وبنتي إيناس وحماتي أم علي. الله يحفظكم يا أم أحمد ويتقبل دعواتكم وزيارتكم إن شاء الله تعالى. خلونا نأخذ اتصال أم علي من النرويج. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله أيامكم بولادات أقمار كربلاء يا أم علي، تفضلوا بالزيارة إن شاء الله. وإياكم ونهنئكم وأيامكم سعيدة بالولادات المحمدية بالأقمار الشعبانية. الله يسعد قلوبكم ويفرحها إن شاء الله. ونهنئ العالم الإسلامي ونهنئ مسيد مولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا باب المراد، يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد يا شباب الأئمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيد يا صادتي وأوليائي وأئمتي. إني توجهت واستشفعت بك إلى الله وقدمتكم بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. الضريح الطاهر أمام منظارك يا أم علي. هذا ضريح الجوادين والسالفة ويا الإمام. يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر باب من باب الله يا قاضي الحاجات، جاب وتعب كل مريض يا رب يسمعني وشاف مرضى. امين. اي والله عندنا هواي مرضى، عندنا هواي يتصلون بينا ويسالونكم الدعاء يا ام علي. باب الحوائج موسى بن جعفر، سلام الله عليك. باب الحوائج موسى بن جعفر الشاب وتعب كل مريض. امين يا الله. وجاه مرضانا يا رب. امين امين. وجاه مرضانا من عندك يا سيدي يا مولاي. اي والله جاه باب الحوائج الليله، جاه باب الحوائج حقك يا سيدي يا مولاي يا رب الحوائج. حقك باب الشهر العظيم، حقك باب الشهر الكريم شهر الولادات شهر محمد يا سيدي يا مولاي الشهر المعظم شهر الشهر وتعافي. احسنتم احسنتم. الله يتقبل يوم بعد قلبه اذا كنت ساكنني اسم خلود. الله يسلم قلبك يا يوم. الله بعد فيكم ربي وفك. اذكرين الاسم يا ام علي، معذره منك. نعم ايوه اذكرين الاسم العفو. بعد قلبي اسم خلود، سجل اسم خلود ان شاء الله ما ننساه. اسم علي رحم الله والديك وجواد وعائلته وسم عباس وحسين ووجود وغفران. الله يرضى عليكم. الله يبارك يا فيك. رب يديمكم من هاي الخدمه. امين. وما يحرمكم ايضا الزياره وهذا الشرف العظيم. امين امين يا رب. الله يديمها عليكم فقط هو الحسين يا آمين. رب العالمين. يبلغكم الوصول مثل ما بلغ الزوار اللي يتشرفون بالزياره الان وتشوفونهم بانظاركم الكريمه. الله يتقبل الله يتقبل يا ام علي. شكرا جزيلا لكم، وادعو الله عز وجل ان ما يجعل حاجز يبعد عنكم ويبعد عن الامامين ان شاء الله تعالى، ويحيل بينكم وبين الوصول ل المرقد الشريف للإمامين الجوادين وباقي أئمة العترة الطاهرة سلام الله تعالى عليهم في كربلاء وفي النجف. نأخذ اتصال أم فراس، عفوا أم علاء من بغداد. سلام عليكم أم علاء يا باب المراد. السلام. اللهم صل على محمد وعلى اللهم محمد. صل على يا محمد باب المراد وعلى محمد. تفضل يا أم علاء يا بالزيارة. باب المراد يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى الكاف. السلام عليك يا مولاي يا محمد الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنيكم ونهني أمة محمد ونهني صاحب العصر والزمان بولادات الشعبانية. هنا صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد بحق موسى بن جعفر يشافي كل من مريض ويشافينا ويعافينا بحق محمد وآل محمد. آمين آمين يا رب. ستر وعافية يا مولاي بحق الحسين عدك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته بحق محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو فضل العباس. السلام على الحوراء زينب. اللهم بحق هذه الليلة اللهم شافي كل من مريض. سجل اسمه بعلاء بالشفاء ما الله واديك. الله يشافي ويشافي كل المرضى إن شاء الله. إن شاء الله بحق الرضا أبو محمد بحق الجوادين بالشفاء ما الله واديك. طفل سجل بالشفاء إن شاء الله بحق هو موسى بن جعفر. شنو اسم هذا الطفل يا أم علاء ذكرينا إياه؟ اسم رضا حم الله والدين. رضا ان شاء الله بحق الرضا بحق الرضا ان شاء الله يا رب يا رب. اي والله بحق انيس النفوس ان شاء الله يداويهم ويشافيهم بحق محمد وعلى محمد الصحه والسلامه بحق محمد وعلى محمد. على راس يا سيدي يا مولاي يا مسكر الصحه والعافيه والشفاء توجهنا واستشفانا بك الى الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا مولاي يا رب. بارك الله بك ودعواتك. شكرا لك شكرا لك يا ام علاء. ان شاء الله سجلنا الاسماء يا ام علاء ما نسيناكم وانتم تذكرون الاسماء. احنا دوناها في هاي الورقه اللي راح نخليها ان شاء الله تعالى بداخل ضريح الامامين الجوادين
عله بملامسة أسماءكم للقبر الشريف للإمامين الجوادين إن شاء الله تعالى تنالون حوائجكم، تقضى حوائجكم، تنالون مرادكم إن شاء الله بشفاء المرضى، قضاء الحوائج، بتيسير الأمور إن شاء الله. كل طالب حاجة إن شاء الله تنقضى حاجته بجاه الإمامين الجوادين في هذه الليلة. معنا العلوية أم علي من بغداد، سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا بالزيارة يا أم علي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد، أهنيكم وأهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، وأهني سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر بالولادات الميمونة، الولادات المحمدية الشعبانية، صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي ومواليي. يا سيدي يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا باب الحوائج يا والله يا باب يا قاضي الحاجات دخيل. يا حاضر الشدات العلوية أم علي داخلة على الله وعلى جدك رسول الله وعلى من انولدن بهذا الشهر الأنوار المحمدية والأقمار المنيرة الأربعة من آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. يا سيدي يا مولاي بمقامك عند الله وبمقام الرضا الغريب شمس الشموس وبمقام من موجود بمرقدك الإمام محمد الجواد، بحق ظليمتكم يا ساداتي وموالي أنا مرة مظلومة وما يلي أطلع دمعتي بهذا الشهر شهر الولادات وشهر الأفراح طاقت بي السبل يا مولاي. أريد من الله يجبر بخاطركم يا مولاي، أريد الفرج يا مولاي داخل على الله. الله يفرج عنك وعن كل مهموم. أريد الفرج يا مولاي يا باب الحوائج، أريد تجعل لي سبب للفرج يا مولاي. آمين. الله يفرج، الله يفرج إن شاء الله بحق سجنك يا مولاي، بحق سجنك، الله يفرج عنكم علوية إن شاء الله. بحق ظليمتك بالسجن يا مولاي وسجودك وركوعك يا مولاي داخلة على الله وعليك أن تجعل لي سبب للفرج يا مولاي. إن شاء الله تنالون إن شاء الله مرادكم يا رب. يا رب جميل. يا إلهي بحق هذا الشهر الفضيل اللهم ربي عجل لوليك الفرج يا الله. آمين يا رب العالمين. اللهم عجل وليك الفرج يا الله. يا الله وليد أستاذ مشتاق يطيب الله يسلمكم يا أمي يا علوية. سجل العلوية بتول الله يرضيك على رأسي. العلوية بتول وأم سليمة، أريد أذكر اسمي واسم أمي جدبة بالصريح لطلب العافية وفكار سجني. نعم أنا مسجونة يا مولاي المسجون. الله يفرج عنكم علوية إن شاء الله. أنا مسجونة يا سيدي وجاء صاحب هذا الضريح الطاهر إن شاء الله. شكرا لكم يا علوية، الله يبرد قلبك يقر عينك إن شاء الله تعالى ويفرج عن كل مهموم كل محزون بحق محمد وعلى محمد. ويانا اتصال أم جاسم من كربلاء المقدسة، السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام يا عيني. الله يحفظكم يا أمي، تفضلوا بالزيارة، الله يتقبل أعمالكم. شلونك يا قلب بعد قلبي. الله يسلمك يا أمي، الله يبارك بيك. سلام الله على موسى بن جحفر الكاظم. سلام الله عليه. ومحمد الجواد بن الرضا. والرضا أبو محمد، سلام الله عليه. أنيس النفوس. وفاطمة الزهراء، سلام الله عليه. سلام الله عليه. سلام الله عليهم أريد أوافيت الزيلات التي من الكاظم ومحمد الجواد تندعي لي عيني في دول اسمك آني وكل اللي يسمعون صوتك يا يمه إن شاء الله ما نساك من الدعاء زيلات أروح أزور والدة الليلة أنت بعد انحسبت لك زيارة ببركة الجوادين إن شاء الله تعالى وسجلت من الزوار ومو بالضرورة إحنا نقول واحد يوصل ولكن بعد هذا إحنا تعلمنا وهذا القلب اذا والعين اذا ما تشوف الضريح قبالها واذا ما تلمسين بيدك الشباك ان شاء الله تتبلغون بالوصول ان شاء الله يا رب حق صاحب هذا الضريح الطاهر. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا ام جاسم، الله يسلمك يا امي، الصحه والعافيه لك، الله يخليك، الله يديم الصحه والعافيه لك ان شاء الله تعالى، يعافي روحك وقلبك يا امي ويحفظ امهاتنا أمهات المسلمين والمسلمات ويرحم الماضيات إن شاء الله تعالى برحمته الواسعة ويجبر بخاطر كل فاقد عزيز بحق سيدي ومولاي زين العابدين اللي فقد عزيز قلبه فقد أبوه الحسين في العاشر من محرم ولو إحنا في هذه الأيام أيام الفرح والسرور ولكن نتوسل إلى الله عز وجل
بلسان حالكم إن شاء الله تعالى. ناخذ اتصال أم ميثم من ذي قار. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا أم ميثم بالزيارة ونسألكم الدعاء. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام على موسى بن جعفر، السلام على أسد بغداد، السلام على موسى والجواد، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام على الجوادين، السلام على فاطمة المحصومة، السلام على الإمام الرضا، السلام عليكم يا سادتي يا موالي، تشفعنا بالله وبيكم إن شاء الله، نسألكم الستر والعافية يا الله بحق هذه الليالي، نهنيكم بالأقمار المحمدية إن شاء الله، ونهني أمتنا. الله يهنيكم بقبول الأعمال وبالوصول الدائم والمتكرر للزيارة إن شاء الله. أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. آمين. الله يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، والله يوم مدعينا الله إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة لكم يا انتم يم الامام، وهنيئا لكم الزياره، رحم الله والديك، انا الله يرزقنا زيارتهم ان شاء الله. امين. اللهم شافي جميع المرضى واحنا منهم، الله يقضي حوائج المحتاجين واحنا منهم بحق هذه الليله. نحب نذكركم يا ام ميثم انه من خلال هذا البرنامج ان شاء الله محسوبه لكم الزياره عن بعد ان شاء الله. والده رحم الله والديك والديك ومؤمل وولده وابني ابو مهدي مريض وعلي عنده حاجة يمسي الله يشافي باب الحوائج الله يشافي الله يوفقكم بحق محمد الله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله لا يحرمكم من هاي الخدمة يا رب تدعوا يوم ما يحرمنا ما يحرمكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله أنتم بكلماتكم طرقتوا باب الإمام جميع للمرضى للمرضى إن شاء الله إن شاء الله الشفاء العاجل كل مريض إن شاء الله أنت والكادر الله يسلمك الله يسلمك الله يعافيك شكرا لكم الرحمة والمغفرة لأمواتكم جميعا ولأموات المسلمين والمسلمات لعلمائنا الأجلاء لشهدائنا السعداء اللي ضحوا من أجل أرض العراق من أجل أرض المقدسات الله يتقبل هاي الدعوات يا أم ميثم ويتقبل من كل اللي يتصلوا وكل اللي يدعون أيضا وهم يشاهدون البرنامج وعيونهم تدمع وقلوبهم محزونة قلوبهم مهمومة وأرواحهم تعبانة ويباوعون عليك يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج اكرمهم بنظرة اكرمهم بقضاء حوائجهم يا سيدي ويا مولاي أنت الكريم ابن الكرماء نقسم عليك بجدك باب الحوائج الحسن المجتبى نقسم عليك بأبي الفضل العباس نقسم عليك بزينب يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج ونحن في رحابك الطاهر وهذا الشرف اللي غطيتنا به يا سيدي ويا مولاي ناخذ اتصال أم أحمد من واسط السلام عليكم يا باب المراد وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا أم أحمد تفضلوا بالزيارة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا باب المراد يا باب المراد يا محمد الجوان السلام عليك يا سيد مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة نهنئكم ونهي جميع العالم الله يهنيكم بالثبات على الولاية إن شاء الله بالفرح والسرور وقضاء الحاجة آمين اللهم صل على محمد ورسوله اللهم أقضي حاجة كل محجاج حق محمد وآل محمد حاجة اللهم شافوا حافظوا وعافوا كل من شافوا أبو أحمد وياهم اللهم عجل ولك الفرج اللهم عجل والعافية والنصر أجعلنا من أعوان يا صاحب الزمان والمستشهدين يا صاحب الزمان يا أخي اللهم عجل لك الفرج اللهم ارزقنا بالدنيا شفاء بالدنيا زيارتهم بالآخرة شفاعتهم بحق محمد وآل محمد آمين آمين اللهم صل على محمد وآل وإن شاء الله يوفقكم يا كادر الله يوفق الجميع ويتقبل منكم وما يحرمكم الزيارة سواء عن قرب أو عن بعد إن شاء الله إن شاء الله إحنا ويانا بهاي البرامج اللي تعرض لكم إياها قناة كربلاء الفضائية إحنا أولياءهم ونحباهم إحنا الله يبارك بيكم إن شاء الله ويثبتكم على ولايتهم بحق محمد وآل محمد إن شاء الله اللهم ثبتنا على الولاية الله يقضي حوائجكم بجاه الجوادين الليلة والكل مريض والكل صاحب حاجة إن شاء الله آمين آمين يا رب الله يبارك بيك يا أمي الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شكرا لكم والله يتقبل منكم إن شاء الله ويفرح قلبك بقضاء حاجة الأخت نورس وإن شاء الله تعالى بسلامة أبو أحمد إن شاء الله تعالى اتصال آخر الأخت ابتسام من الديوانية سلام عليكم يا باب المراد
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم وبركاته. الله، تفضلوا بالزيارة يا أختي ابتسام. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد. أيامكم سعيدة، أيامكم أسعد، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، والله يبلغكم زيارة أصحاب الولادات الطاهرة إن شاء الله في كربلاء المقدسة. إن شاء الله، إن شاء الله. آمين. تفضل. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا علي يا الإمام موسى الكاظم. يا موسى السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلام الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتم. اللهم ارزقنا بالدنيا زيارتهم وبالآخرة شفاعتهم يا رب. يا الله يا رب. اللهم اقض حاجة كل محتاج واقض حوائجنا وشف كل مريض. آمين. وشف مرضانا. اللهم اشفيني بحق الإمام موسى الكاظم عليه السلام. يا بالشفاء العاجل لكم يا أختي ابتسام وكل المرضى إن شاء الله. والزهراء رحم الله والديك، سجل لنا اسماء. نعم. اسم والدي. نعم. واسم علي وزهراء، والله يوفقكم بحق محمد وآل محمد ويقضي حوائجكم. آمين. لو ما انتم ما كان احنا هسه نزور على البعد. العفو. الله يحفظكم. كل توفيق الامامين سلام الله عليهم. توفيقهم. محمد. توفيقهم احنا الله ان شاء الله في خدمتكم. كنا ونكون ان شاء الله. بحق محمد وآل محمد. حوائجكم اولى ان شاء الله تعالى بالقضاء. ورحمة الله عليكم. وبركاته. السلام والرحمة والإكرام. يا باب المراد، يا سيدي ويا مولاي. يا ابن رسول الله، يا ابن فاطمة الزهراء، بحقك وبجاهك وبحق سيد ومولاي محمد الجواد وبجاهه عند الله اقضى حوائج المؤمنين. أم عماد ويانا من بغداد، سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام يما ورحمة الله. اهلا بيك يا أم عماد. الله يحفظك، انت طيبة ان شاء الله. يبارك بعمرك. الله يسلمك، كلك خير وكلك اصول. ما نسيناكم من الدعاء عند الرسول، عند جد الأئمة سلام الله عليهم. وأئمة البقيع، والله ان شاء الله يبلغكم وكل السادة المشاهدين. الله يجزيكم الخير. تفضلوا تفضل بالزيارة وسلموا على الإمامين يا أم عماد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جحفر يا باب الحوائج. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد يا جواد الأئمة. أهنيكم سادتي وموالي، وأهني العالم الإسلامي، وأهني شيعة أمير المؤمنين وقناة كربلاء المحترمة. الله يهنيكم ويسعدكم بقضاء حوائجكم إن شاء الله. هاي ولادات الأقمار سلام الله عليهم. علينا نصف شهر شعبان ولادة الإمام المهدي عجل الله. اللهم عجل وليك الفرج يا رب يا رب. واجعلنا من خدامه وتحت ترابك. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يا مولاي ليلى بابك واقفة موسى بن جحفر من كرم. الله. أنا متكلة على الله عليكم سيدي ومولاي. مو هاي من عاداتكم والله، بس توجه لك تخليها بإيدي. أتذكر ابني من سافر وانقطع مني، بس توجه لك السبت إجاني الخبر يوم السنين وفرحت. سيدي ومولاي انتظر منكم الرحمة، تعبت كل تعبت يعني من دكتور الدكتور واحد الحين على الثاني. أنا مقعدة ما يخالف، ما مدى بالله مرض هذا بعد مو بيدي. أم عماد إذا تسمحي لي ان شاء الله انا اريدك تبقين وياي، احنا هذا الوقت البرنامج السامحيننا، وان شاء الله تعالى بالحلقات القادمه انا راح اتوجه ازور نيابه عنك وادعي لك ان شاء الله تعالى ولكل الساده المشاهدين. الله يبارك بك، ارجونا السامحيننا يا امي يا ام عماد. ان شاء الله تعالى صوتكم وصل ان شاء الله تعالى عند الامامين الجوادين، وانا متوجه ان شاء الله تعالى وياكم. خلونا نعقد النيه ونزور نيابة عنكم وعن أرحامكم وعن أمواتكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا نوري الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله
وحرمت ما حرام الله وأقمت ما حدود الله وتلوت ما كتاب الله وصبرت ما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكم اليقين أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم تقبل منا هذا القليل بحق صاحبي هذا المرقد الشريف الطاهر وبجاههم عندك يا الله بجاه موسى والجواد اللهم شافي وعافي حبيب جبر وأحمد إبراهيم شفاء عاجلا يا الله والأخ حسن محمد كريم وباسم حسن وهاشم زبون وكذلك الحج علي وعائلته وهبة قاسم والأخ رياض إن شاء الله تعالى وحسن ابن الأخ أبو أمير إن شاء الله تعالى وسيد ياسين وعدنان سلماء بقضاء الحوائج والزميلة هبة قاسم إن شاء الله تعالى بالنجاح والتوفيق والشفاء الأخ صادق السهيل والأخ أحمد إن شاء الله تعالى وبزواج الأخ الحبيب الأستاذ علاء إلى هنا ينتهي وقت البرنامج شكرا لإصغائكم لمتابعتكم إن شاء الله تعالى ونتشرف بمتابعتكم لنا في الحلقات القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عرني من سنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا علي أفض من التوفيق رشحا وهبني من سما الإلهام نفحا إذا ألهمتني فالشعر وحي وإلا ارتد منه الحسن قبحا أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا عظيم أنت وصفك جل معانا من يعن أكبح الألباب كبحا به الشعراء قد ثملوا ولما يذوق من دنان الوحيد
قدحا جواد صاغ جودك كل جود ولولا أنت معنا جودي يمحى.